هادي اللي محيرك ومغيرك، اليوم غتصالح معاك. جبتها ليك بخليط واحد بربعه النكهات، وحده تنسيك في الثانيه بجميع اسرارها، وغير ب 500 غرام في الكاوكاو معلكه دايزها الكلام. والله ما كان زيد فيه، والله ما كان بالغ. انا متاكده غتكملي لا فيديو، غتجري تحضريها. اش بالك؟ لهذا سيدتي تبعي معايا لا فيديو من الاول حتى الاخر باش نكتشفوا المكونات والمقادير وطريقه التحضير. والله يجازيكم بخير، ما تنساوناش من لي لايك فضلا وليس امرا، وبالبارتاج باش تعم فائده على الجميع. ومرحبا و100 الف مرحبا بالمشتركين الجدد اللي اول مره كينضموا للقناه ويعجبهم اكيد المحتوى. ما عليهم الا يفعلوا جرس فضلا وليس امرا باش توصلوا دائما بالجديد على قناه سكينه الصويريه. وقبل ما نبداو لا فيديو ديالنا ديال اليوم، ما نساوش نصليو على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ونبداو بسم الله ونقولوا بسم الله. والمكون الرئيسي والاساسي وهو الكاوكاو او الفول السوداني. عندي هنايا 500 غرام ديال الكاوكاو، ومن الاحسن نقتنيو الكاوكاو البلدي ماشي الرومي، يعني البلدي هاد الحبات ديالو اللي تيكونوا صغار وكيكون يعني اللون ديالو احمر فاقع، يعني كيكون فيه المذاق لذيذ جدا. بالنسبه للطريقه الاولى اللي غنقوم بها في الوصفه، وهو هاد الكاوكاو ديالي غادي نديرو في واحد اللاطه وندخلو الفران اللي يكون سخون مزيان لمده دقيقه او زوج، يعني الفران يكون ساخن، النار ما تكونش مجهده غير يكون ساخن من قبل، من با واحد دقيقه ولا زوج. الغرض ديالي وهو القشره ديال الكاوكاو كيف ما كتشاهدوا معايا بعد ما كنخرجوا من الفران دقيقه او زوج، يعني غير القشره كتبقى تحيد بكل سهوله. الحبات ديال الكاوكاو ديالي كيف ما ظهر لكم في الصوره، ونتمنى تكون الصوره واضحه والشرح اوضح، يعني كيبقى الكاوكاو في اللون ديالو، يعني ما محمرش كيبقى في اللون ديالو، ولكن القشره ديالو كيف كندوز الحبات الكاوكاو ما بين سبعاني كتحيد بكل سهولة. هذا هو الغرض، وهذه هي الخاصيه اللي خصنا نحصلوا عليها في هذه الكميه ديال الكاوكاو. ما نحمروش نهائيا، غير كندخل لاطه ديالي من با واحد دقيقه ولا جوج الفران، وكنطفي عليها ونخليها لداخل حتى كيبرد الكاوكاو ديالي، وكندوز المرحله ديال الطحين. المرحله ديال الطحين كناخذ هنايا الطحانه ديالي الكهربائيه العاديه، وكنبقى ندير هنايا الكميه، كنقسمو على زوج او ثلاثه على حسب الحجم ديال الطحانه اللي عندي. كيف ما كتشاهدوا معايا كنحاول نطحن داك الكاوكاو ديالي. بالنسبه للطريقه ديال الطحين مهمة جدا، جميع المراحل اللي غندوي عليهم بهاد المعلكة هاد الكاوكاو باش تجيك ناجحة مليون في المية. لهذا كنقول لكم تبعوا معايا الله يرضي عليكم لا فيديو ما تفلتوا حتى لقطة. بعد ما حمرناه وكندوزو نطحنوه، كنطحنوه على هاد السمك هذا، على هاد القوام هذا كأنه كسكسو، بالحجم المتوسط، ما نبالغوش في الطحين وما نخليوش مهروش اكثر زياده. عندي هنايا تقريبا واحد 100 غرام ديال السكر الخشن اي سنيده، ما يعادل عبر كاس ديال العنبه. عندي معلقه كبيره مملوءه جيدا من القرفه، من الناس اللي محبي القرفه ديروا معلقه كبيره ديال القرفه. وعندي جوج معالق كبار ديال الكونفيتير الجاري ديال الحلويات، من الاحسن ما يكونوش فيه طريفات، ولا كانوا فيه طريفات نحاولوا ندوزوا في الصفايه او نطحنوه. جوج معالق كبار ديال الكونفيتير، معلقه كبيره ديال القرفه، 100 غرام ديال السكر الخشن اي سنيده، وعندي 4 ديال المعالق كبار ديال الزيت. يعني جبت لكم العبار بالمعلقه باش ما يكونش هناك اي اختلاف، 4 ديال المعالق كبار ديال الزيت. كنجيب هنايا واحد الزليفه اللي غنطرب فيها البيض. كنحتاجو في هذه الوصفه في العاده جوج بيضات بالحجم الكبير. بالنسبه لي انا ما توفرش عندي البيض بالحجم الكبير، درت هنايا ثلاثه ديال البيضات اللي كفاوني. نتوما البيض ما تزعموش عليه، تقولوا غنديروا جوج او ثلاثه، طربوا وحيده بوحيده، كل وحيده ديروها في الزليفه طربوها وضيفوها، وانتوما كتجمعوا الا خاصكم البيض غادي تزيدوا. انا هنا درت ثلاثه البيضات لان البيض كان بالحجم الصغير. فنورمالمون في العاده كندير، يعني كيكون البيض كبير كندير جوج بيضات وما كنزعمش عليهم دفعه واحده، يعني كنطربهم في الزليفه وكنبقى نضيف البيض وكنجمع، لان في الاول ما يغركش تبقاي تجمعي هذا الخليط وتقولي راه ناشف. ما حدنا كنضيفوا البيض، ومع داك السنيده ملي كتمازج مع البيض راه غيزيد يجرى ليا الخليط. لهذا نضربوا جوج بيضات في واحد الزليفه ونبقاو نديرهم غير بشويه، وحنا كنجمعوا هاد العجين ما كندلكوش، غير كنجمع كنحاول نجمع بيدي كيف ما كتشاهدوا معايا. وعندي هنايا خماره وحده من فئه 8 غرام ديال الحلويات، كنت غادي ننساها على نقشه، خماره وحده من فئه 8 غرام اللي كنضيفها في الاخر ملي كنكون كنضيف البيض. كيف ما كتشاهدوا معايا انا غير كنجمع، ما كندلكوها ما كنعركوها، كنحاول نجمع داك البيض مع داك المكونات مع سنده كيف ما كنقول لكم كيتمزج. هذا هو القوام اللي كنحصل عليه كيف ما كتشاهدوا معايا.
القوام كيكون لين وفي نفس الوقت ما كيلصقش ليا ما بين يديا. نتمنى تكون الصوره واضحه والشرح اوضح. عندي هذا الخليط بعد ما كملته مباشره غنمشي نسخن الفران، ندير الفران ديالي سخن ونجي نقسم هذا الخليط على 4 او 3 او 2. وانت يا لالا بتاكري وزيدي بتاكري وزيدي تفنني فيها. انا غنقسمه على 4 وغندير 4 النكهات. ايه خليط واحد 4 النكهات، وحده نسيك في وحده. كنقسمهم بالتساوي كيف ما كتشاهدوا معايا، عيني ميزاني. يعني كندير هنايا كويرات، نقسم من هذه ونزيد في هذه، عيني ميزاني. الخليط الاول غادي نضيف ليه نكهه الكراميل باش نسهل عليا. نكهه الكراميل ما متوفراش عندي وبغيت نشريها وكدير 7 دراهم، غنجيب غير الفلو ديال الكراميل ديال درهم ونص. وهنا قضيت الغرض، والفلو كيعطينا في الحلويات في لي صابلي بالنكهه ديالو كيجي مجهد على بالنسبه لذاك المنكهات ديال الكراميل. غير جربوه وتفكروني عليه بالخير. يعني غير درهم ونص غتقضي الغرض. كيف ما كتشاهدوا معايا درت هنا الشاصيه ديال الفلو وكنحاول نمزجها مزيان في الخليط الاول. الخليط الثاني كنضيف له هنايا واحد معلقه كبيره ديال الكوكو او جوز الهند او الكوك، كتجينا بمذاق الكوك يا سلام. يعني ممكن ضعف معلقات في حد الادنى 3 المعالقات، انا درت غير معلقه، ممكن تزيدوا الثانيه والثالثه غير باش هذا الخليط ما ينشفش ليكم وتجيكم مشققه ورائعه جدا. يعني خص الخليط يبقى لينا لين كيف ما هو في الاول. واخا نضيفوا هاد المكونات، درنا الاولى بالكراميل، الثانيه بالكوك، والثالثه لكم الاختيار فيها. عندي هنايا شرائح ديال الحامض وديال الليمون اللي كنت عسلت معاكم، قلت لكم ما ترميوش قشور الليمون. ها حنا فين بقينا؟ فينكم يا اللي رميتوا قشور الليمون؟ غادي نخلي لكم هاد القشور الليمون معسلين مع الحامض في رابط صندوق الوصف ان شاء الله، وشوفوا باش تبقاو تستغلوه في لي صابلي وفي جميع الحلويات. وهنا احتاجيتو اكيد باش نكهت به وعطينا نكهه رائعه جدا. هاد المعلقه ديالنا كيجيونا بحال فخوي السكر ديال الحامض او الليمون. ممكن نتوما ديروا اللي ما عندوش هذا الحامض والليمون معسلين، ممكن دير الزبيب. ايه تاخدي الزبيب وتقطعيه قطع صغار ودمجيه مع هاد المكونات. يعني لما كان هادي غتكون هادي. والخليط الاخير كنضيف له هنايا معلقه صغيره مملوءه جيدا من بودره الكاكاو. كيف ما يمكن لكم ديروا بودره ديال الشوكولاته اللي كنديروا مع الحليب اللي متوفر عندكم. ما عندكمش بودره الشوكولاته ديال الحليب، ما عندكمش بودره الكاكاو، غتعوضيها بواحد فلو ديال الشوكولاته. كيف ما قلت لك سيداتي، الا ما كانت هذه غادي تكون هذه. وهنا كنا حصلنا على 4 ديال النكهات، وحده نسيك في وحده. غادي نمروا الان المرحله ديال التشكيل. النكهه الاولى اللي درنا ديال ماشي الاولى، هذه الثانيه، يعني كنبقى غاده بالتدريج. هذه النكهه ديال الكوك، النكهه ديال الكوك اللي كنجيب هنا بياض ديال البيض وكنبقى ما كنمررهاش فيه كلها غير الوجه ديالها. ثم كندوزها في الكاوكاو ايفيلي. ما عندكم لوز ايفيلي ديروه، انا درت هنا غير الكاوكاو ايفيلي. بالنسبه لهاد الحصص اللي قسمت، يعني 4 ديال الحصص، كل حصه خرجت لي 13 حبه. ايه بكل امانه 13 حبه، والحبات راه كانوا متوسطين ماشي صغار وماشي كبار باش يعطيونا كميه اكبر. وانتم لكم الاختيار، انتم تحكموا في الحجم او في العبار ديال الحبه ديال المعلكه او الحلوه اللي بغيتوا. كيف ما كتشاهدوا معايا كنبقى نمرر هنايا البياض البيض وكندوز غير من الفوق ونوضعها في اللاطه. بالنسبه للنكهه الثانيه اللي درنا فيها المعسلات ديال الحامض والقشور الليمون وقشور ديال الحامض اللي كنا عسلناهم وضفناهم اليوم، كتجي رائعه ومعلكه. ممكن كيف ما قلت لكم اللي ما عندوش هاد المعسلات ممكن يدير الزبيب، يقطعوا طريفات ويضيفوا باش كتعطينا واحد النكهه رائعه، واحد التهليكه ديال الزبيب. كيف ما كتشاهدوا معايا كذلك كنمرمدها في بياض البيض. هذه كنمرمدها كلها في بياض البيض، ماشي بحال الاخرى كنديرها غير في السطح باش يلصق لي داك الكاوكاو ايفيلي. هنا كنمرمدها كلها في بياض البيض وكذلك كنمرمدها كلها في الكاوكاو كونكاسي. بالنسبه للمرحله ديال التزيين كيف ما كتشاهدوا معايا هنايا في اللاطه وبعدت بيناتهم واحد شويه لانهم راه كيضعف الحجم ديالهم. عندي هنايا الفواكه الجافه او لي سوغيز او فخوي سيكر اللي كل حبه قسمتها على جوج، راه ما دايرهاش هنايا حبه، يعني كل حبه قسمتها على جوج وما كتاخذيش كميه كثيره. ملي تنبغي نزين في اي مرحله ديال التزيين اللي متوفر عندكم غادي ديروه، ممكن ديروا غير ثقوب، وملي تخرج طيب ديروا هنايا المربى ديال الفراوله او المشمش اللي عندكم. كيف ما كتشاهدوا معايا بعد ما كملت لي هاد التزيين ديالها بفواكه الجافه كنحيد اللاطه جانبا ونمشي نحضر او نكمل التشكيل ديال النكهات الاخرى. بالنسبه للنكهه ديال الكراميل هي هذه، كنجيب هنايا واحد شويه ديال ماء الزهر او ماء الورد في واحد الزليفه وكندهن به اليد ديالي
وكنشكل به كويرات وكنوضعهم مباشره في السكر كلاسي. الدور ديال الماء زهر كيعطينا كذلك واحد النكهه، وكذلك كيشد لينا فيه هذا السكر كلاسي اللي يكون سبيسيال، يعني اللي كنديروه كيثبت. بالنسبه للناس اللي غتشكي بان هذا السكر كلاسي سبيسيال، غادي ديري في كل كاس ديال السكر كلاسي غديري نصف كاس ديال النشا باش تحيدي الشك بانه واش سبيسيال او لا، راه كيثبت 100%. وبالنسبه كندوزو للشكل الاخير او النكهه الاخيره ديال الشوكولاته، كذلك كندوز يديا في ماء الزهر او ماء الورد وكنحرب الحريبلات، يعني كنشكل كويرات وكندوزهم في السكر كلاسي كيف ما كتشاهدوا، حتى كيوليو مبيضين بحال الثلج، يعني كيتماسك فيهم هذا السكر كلاسي. كنستفهم في اللاطه ونمر الان المرحله ديال التزيين ديالهم. بالنسبه للنكهه ديال الكراميل، كندير هنايا حصص ديال الكركاع، ممكن ديروا الكركاع اللوز او الكاوكاو اللي متوفر عندكم. درت هنايا نصوصه ديال الكركاع، ممكن ديروا غير ربوعه ديال الكركاع كنحطهم وكنضغط. وبالنسبه للنكهه الاخرى ديال البودره الكاكاو، غادي نضغط غير بالابهام ديالي بالاصبع ديالي، غير خفيف خفيف على كل وحده. وبالنسبه للمرحله الحاسمه واللي هي غادي تحسم لينا النجاح ديال هاد المعلكه او هاد الوصفه، وهو مرحله ديال الطهي. والمرحلة ديال الطهي هي اللي غادي تنجح لك الوصفة 100%، بغض النظر شفنا المقادير وشفنا المكونات وطبقناهم. كيف ما قلت لك، المرحلة ديال الطهي هي اللي غتنجح لك الوصفة ولا غتريب لك الحفلة، هذا انا كنقولها لك سيداتي. الفران كنديروه يسخن من قبل، يعني منين كنت كنحضرها راه درت الفران ديالي سخن على 180 درجة. بالنسبة للناس اللي ما كيعرفوش درجات، ألا لا، ديري الفران ديالك يسخن على الجهد ديالو، خليه يسخن وانتي بادية في هاد الحلوة وكتصيبي فيها. مجرد ما كتسالي اللاطة ديالك الأولى والثانية، كتمشي للفران وكتنقصي للصفر الأدنى درجة، كتخليه شميعة. وهنا وريتك لالا الفران، غير قبلوا عليا، كنقص عليه شميعة وكندير اللاطة ديالي لتحت لمدة 5 ديال الدقائق، ما نبقاش نحلو نسد، 5 ديال الدقائق كنردو لتحت وكنقص للصفر على هاد الشعلة هادي. بهادي راه دازت 5 ديال الدقائق، غادي نخرجها. ملي كدوز 5 دقائق وكتشقق ليا، غنرجع اللاطة ديالي الفوق باش طيب ليا هاد المعلكة من الأسفل. كنخليها من با ما بين دقيقة حتى لجوج، دقيقة حتى لجوج ما نفوتهمش. يعني في المجمل ديال المدة الزمنية ديال الطياب ديال المعلكة ديالنا، ما كيتعداش 8 ديال الدقائق كتكون واجدة. فوتي فيها الطياب راه كتولي ناشفه ويابسه، وما تعتمديش كانها باقا في الفران تقيسيها وتجيك بانها كتذوب ما بين يديك وتقولي راه باقا ما طابت، لا، غتخرجيها ما حدا هي كتبرد وهي كتجمع. خليها قدر الامكان تكون طريه في الفران، ملي كتبرد يلاه كتاخذ داك القوام ديال التعليك. نتمنى تكونوا فهمتوني وشرحت من صميم القلب ديالي، لاني شهادتي في هذه الحلوه هذه او في هذه المعلكه هذه مجروحه، لان عندها عشاق كثار وما كتنجحش معهم وتيبقاو، يعني كيف ما قلت لكم، محيراكم ومغيراكم. اليوم انا خديت على العاتق ديالي غادي نشرحها بكل تفاصيلها، واخا تقولوا ترتاره واخا تقولوا فيا الهضره، انا بغيت نشرحها وتنجح معكم. وما تسالوني غير رحمه الوالدين، جربوها وتنجح معكم وترحموني اكيد عليها. كيف ما كتشاهدوا معايا، نص كيلو الكاوكاو او 500 غرام، خرجنا منها 4 ديال الشكيلات و4 النكهات، والنكهات بساط جدا ومتوفرين ان شاء الله في كل بيت. نتمنى ينال اعجابكم الفيديو ديال اليوم، وتطبقوا هذه الوصفه بكل حذافيرها، يعني من الالف حتى الياء، وانا متاكده غتنجح معكم. والصوره ها هي قدامكم كيف ما كتشاهدوا معايا، كتجينا معلكه اسم عالم مسمى. انا يعني درت معكم حصه واحده، بغيت الاخرين نشدهم ونوريكم كيفاش تعليكه، ولكن بقاو فيا عزوا عليا بهذه العباره. شوف كي كتجي معلكه والمذاق رائع جدا، غير جربوها وردوا عليا اكيد الخبر. ولهذا ما تنساوناش، الله يجازيكم من اللي لايك، راه كتنساو لينا لي لايك، الله يسهل عليكم. شكرا لكم، كنتمنى لكم تكونوا استمتعتوا بهذا الفيديو. ومن اليوم انا متاكده غادي ديري هاد المعلكه اللي محيراكم غيرك، اليوم غتصالح معاك. جبتها لك بخليط واحد بربعة النكهات، وحده نسيك في الثانيه بجميع اسرارها، وغير ب 500 غرام ديال الكاوكاو، معلكه دايزها الكلام.
والله ما كنزيد فيه والله ما كنبالغ، انا متاكده غتكملي لا فيديو غتجري تحضريها. اش بالك وما تبخلوش علينا بالبارطاج وبالتعاليق ديالكم المهمين اللي كيزيدوا يحفزوني باش نعطي احسن ما عندي. كنشكركم المتابعه وكنشكركم على التعاليق ديالكم البنائين، ومرحبا بكم دائما في قناه سكينه صوريه، دائما مع السهل والسريع والجد الاقتصادي والناجح بشهاده ديالكم انتما اكيد. الى اللقاء في وصفه مقبله ان شاء الله، ودمتم في رعايه الله.